اللي قدامنا ده مش تمثال ولا مجرد أثر كده خلاص، دي مومياء كبش مخصصة كحيوان مقدس لإله خنوم، وصورت في وضع الركوع. صدر هذا الكبش مغطى بصدرية مصنوعة من الكرتوناج منقوشة بالجبس البارز المذهب، ويرتدي تاجا خشبيا مذهبا يتوجه من أعلى قرص الشمس محاط بسنين من الثعابين، والرأس والأطراف محلاة بالكرتوناج الملون، كما تم نزع الأحشاء بالكامل وملء الفراغ بتاع الجسد بالكتان. كان بيوجد العديد من التمائم المعصرة حول هذه المومياء، وحالة الهيكل بشكل عام توحي بالوفاة في عمر متأخر. وقد تم العثور على هذه المومياء في جزيرة فيلة بأسوان، وهي معروضة في القاعة 53 بالدور العلوي بالمتحف المصري بالتحرير. والقاعة دي حجرة أو قاعة مومياوات الحيوانات، وفيها الكثير من الكنوز الرائعة التي تدل على معرفة المصري القديم بالحيوانات وتبجيلها ووضعها في مكانة مقدسة.